مدبول يؤكد أن هناك توجيهات رئاسية لزيادة المكون المحلي في تصنيع أجهزة التابلت. تعيين قائد قوات الدعم السريع نائبا لرئيس المجلس الانتقالي بالسودان. والمسمار يعلن عن وجود رحلات جوية من تركيا لنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا. التاسعة مساء السابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الإطمئنان على تشغيل النظام الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي قبل الامتحانات. وخلال اجتماعه مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، وجه مدبولي بسرعة التفاوض مع شركات تصنيع التابلت العالمية لتصنيعه في مصر مع زيادة المكون المحلي، مشيرا إلى أن هناك تكليفا واضحا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك. كما كلف مدبولي باختيار أكفأ القيادات والعناصر التي تتمتع بقدرة على الإدارة والمتابعة وخدمة المواطنين في مناصب مديري المديريات وغيرها من المناصب المهمة بقطاع التعليم. من جانبه أكد شوقي أن الوزارة ستطلق مسابقة لاختيار القيادات في جميع المحافظات بحيث يتولى المسؤولية الأكفأ طبقا لنتائج المسابقة. شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة الاهتمام بمتابعة التوقيتات الزمنية لانتهاء تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع الجديدة المقرر الانتهاء منها في نهاية يونيو 2020. وخلال اجتماعه مع وزير الإسكان، أشار مدبولي إلى أهمية عدد من المشروعات المنفذة بالمدن الجديدة بوجه عام، خاصة الإسكان الاجتماعي والمرافق والخدمات، مطالبا بوضع مدن الصعيد على أجندة الاهتمامات، ومشيدا في الوقت نفسه بطرح الوزارة الإعلان الأخير للإسكان الاجتماعي بمدن ومحافظات الصعيد. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أهمية خاصة وسرعة التعامل مع الشكاوى المختلفة في كافة المجالات من أجل تيسير الحياة على المواطنين. وخلال اجتماع مع مدير المنظومة، تم استعراض جهود بناء وتطوير تطبيق الهاتف المحمول في خدمتك الذي سيتم إصدار نسختين منه. الأولى ستعمل كقناة للتواصل العصرية بين المواطن والمنظومة والعكس، والنسخة الثانية ستكون مخصصة للمستويات القيادية والإشرافية لمتابعة دورة العمل بالمنظومة ومؤشرات أداء جميع الجهات المرتبطة بها. أكد وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار على ضرورة تطوير المناهج الدراسية وفقا لمتطلبات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وخلال اجتماعه مع رؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، شدد عبد الغفار على أهمية تطوير آليات العمل داخل اللجان على نحو يسهم في تيسير سبل العمل داخلها ويفعل من قدرتها على التطوير والتواصل فيما بينها وبين المجلس الأعلى للجامعات. أكد وزير الآثار خالد العناني أن الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد وزيادة عدد البعثات الأثرية أدى إلى زيادة الاكتشافات الأثرية خلال الفترة الأخيرة. وخلال التفقد للمقبرة من الأسرة الخامسة بجبانة السقارة والتي تم الإعلان عن اكتشافها الأسبوع الماضي، أشار العناني إلى أن 54 حضروا للتعرف على الاكتشافات. النهارده احنا بنتفقد كشف اثري تم الاعلان عنه يوم 2 ابريل الماضي، وهي مقبره بيرجع عمرها لقرن ال 24 قبل الميلاد لاحد كبار الموظفين اللي اسمه خوي، عاش ايام الملك جيت كرع، ملك اللي هو الهرم وموجود جنب المقبره. المقبره تمتاز بجوده الوان في حاله من الروعه. احنا النهارده وجهنا الدعوه في وزاره الاثار لعدد من السفراء
حضر النهاردة حوالي 54 سفير وزوجاتهم وممثلين لأكثر من 24 دولة. إن شاء الله بعد كده هنروح نزور أثار أخرى، أماكن مغلقة للزيارة عشان السفراء يتعرفوا عليها، وعشان نتيح للإعلام المصري والإعلام الأجنبي إنه يزور الأماكن الأثرية ويتعرف على الاكتشافات. النهاردة بنتكلم على مقبرة من أجمل المقابر اللي موجودة والمكتشفة في الفترة اللي فاتت دي هنا في سقارة. بنتكلم على مقبرة خوي النبي لدى الملك. اللذيذ في المقبرة دي ثلاث حاجات عاجبيني جدا. الأولانية الفنان المصري القديم، بنتكلم على 4400 سنة، هو بيرسم معرفش ريح كده بإيده على النقش الأسود فعمل ما يسمى بالفينجر برينت أو بصمة الإيد. دي حاجة من النوادر، مش معناها الحالة الوحيدة، لا، حالة من النوادر يعني اتكررت قبل يعني في بعض المقابر الأخرى. الحاجة الأجمل والأجمل والأجمل لما نيجي نتكلم على اللون الأخضر الكتير اللي بيزين المقبرة من الداخل. اللون الأخضر ده بيجي على فكرة من صدأ المعادن، كان بيتاخد بيرميشن، كان بيتاخد اذن من الملك بنفسه عشان يسمح له باستيراد او بجلب او باحضار اللون الاخضر ده عشان يعمل بيه المقبره بتاعته. واضح ان الراجل ده كان فعلا مقرب للملك، ناهيك عن اللقب اللي اخده النبيل لدى الملك، لا ده كمان فعلا كان مقرب، وناهيك عن انه كان قاضي، لا ده الميزه اللي هنا انه كان فيه باور غير عادي، قوه غير عاديه لهذا الشخص، ان هو واحد الحجر جيري متميز جدا جاي من محاجر طرة. يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاء كوبري تحيا مصر الشرقي، والذي يبدأ من ميدان الخلفاوي على كورنيش النيل بشبرا ويمتد للجهة المقابلة من النيل في جزيرة الوراق. وفي هذا السياق نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عرضا توضيحيا عن الكوبري الذي يعد أعرض كوبري ملجم على مستوى العالم والأول من نوعه وينفذ بأيادي مصرية خالصة. أشادت كل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بمبادرة علاج اللاجئين ضمن 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في توصيات ملتقى الشباب العربي والأفريقي بإطلاق مرحلة جديدة من حملة 100 مليون صحة لعلاج ضيوف مصر، في إشارة إلى الأجانب واللاجئين المقيمين بالأراضي المصرية. قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد إن الوزارة بدأت منذ أسبوع التشغيل التجريبي ضمن مبادرة الرئاسة 100 مليون صحة لعلاج اللاجئين المقيمين في مصر، وأضاف في اتصال هاتفي مع إكسترا نيوز أن مصر تستهدف 14 دولة أفريقية. مبادرة السيد الرئيس لعلاج مليون أفريقي، ودي بدأنا نعمل فيها، وفي مجموعات عمل وفود من وزارة الصحة المصرية ذهبت لبعض الدول الإفريقية، وإحنا مستهدفين 14 دولة إفريقية، في أربع دول زرناهم حتى الآن، وبدأنا منهم السودان وأثيوبيا والصومال وتشاد، وبدأنا نفحص الاحتياجات والإمكانيات اللي محتاجاها تلك الدول علشان نبدأ يكون في مراكز هناك هتسمى باسم مراكز تحيا مصر إفريقيا، هتقدم علاج فيروس سي لإخواتنا الأفارقة طبقا لتوجيهات السيد الرئيس. دي واحدة. الحاجة الثانية وهي مبادرة السيد الرئيس لعلاج اللاجئين الموجودين على أرض مصر، ودي الحقيقة بدأنا فيها التشغيل التجريبي منذ أسبوع في المسح والعلاج. يمكن أول مواطن لا
خضع لبحث كان هندي الجنسية، وأول مواطن خضع أو تلقى العلاج بالفعل مجانا طبعا كان سوداني الجنسية، وده كان الأسبوع الماضي. احنا حتى اليوم قدرنا ننتهي من مكس 705 وافد أو لاجئ موجودين على أرض مصر، عندنا 308 نقطة مكس موجودين على مستوى الجمهورية. زي ما قلت لحضرتك احنا بنستهدف من يعني بداية من 18 عام فيما فوق كل جميع اللاجئين الموجودين على أرض مصر، والأطفال منهم من 12 ل 18 عام أيضا مستهدفين. التقى وفد من حزب مستقبل وطن بقيادات ورموز الجالية المصرية في فرنسا، وذلك في إطار جولة خارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وخلال اللقاء تم عرض المواد المقترح تعديلها وجدوى التعديلات الدستورية على مصر والشعب المصري، إضافة إلى تناول الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في السنوات الأربع الماضية. وتشمل الجولة الخارجية للوفد 8 دول عربية وأوروبية، وتشمل الكويت، الإمارات، السعودية، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا وإنجلترا. أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة انتهاء الوزارة من إعداد أطلس الأوقاف 92 مجلدا لحصر ممتلكات الوزارة، وذلك بموجب بروتوكول مع الساحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من جانبه قال رئيس الإدارة المركزية لميكنة الوزارات والجهات الحكومية في وزارة الاتصالات علاء الحايس إنه تم حصر أراضي وأملاك الأوقاف وتم وضعها على خريطة رقمية. أطلس أوقاف كما قلتم اللي بلغ 92 مجلد، وشفت الحقيقة قد إيه الجهد اللي اتبذل فيه، وده نقلة أعظم أطلس وقفي في العالم، وأنا أكدت لا يوجد أطلس وقفي في أي دولة في العالم بهذا الحجم وهذه التقنية وهذه الحداثة التي تجمع الجانب التفصيلي لكل وقف. إيه احنا حصلنا املاك الاوقاف بالكامل ومشينا على قاعده البيانات، ودخلت هيئه المساحه رفعت الاراضي وكل الاملاك بتاعه الوقف بعد ما انشانا قاعده البيانات النصيه ووضعناها على خريطه رقميه، وبعد كده بدانا نطلع بالاطلس اللي هو الاطلس الجديد لاملاك الاوقاف بالكامل على مستوى الدوله. نظمت وزارة الداخلية احتفالية بيوم اليتيم بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية ودور رعاية الأيتام. ابتسامة هي الأجمل، تكشف عن براءة طفل يتيم أحس بالاهتمام به في يوم تحتفي وزارة الداخلية بهم فيه هو يوم اليتيم. في تقليد سنوي تحرص الوزارة على إحيائه وتدعو إليه الأطفال من نزلاء دور الأيتام أو تذهب إليهم بمأموريات على مستوى الجمهورية للاحتفاء بهم. أكاديمية الشرطة أقامت احتفالية كبيرة بهذه المناسبة شهدت حضورا كبيرا من الأطفال من نزلاء دور الأيتام المختلفة والقائمين على رعايتهم مع عدد من الشخصيات العامة في كافة المجالات. تنوعت مظاهر الاحتفال والألعاب المقدمة لهم فتناغموا وتفاعلوا مع الاحتفالات والألعاب في جو من المرح والسعادة. جاي فرحانة اللي ياخد في جامعة الشرطة، بحس يعني بالفرحة والبهجة لأن هو واقف جنبي. لعبت في حاجة جميلة أوي الصراحة، يعني يوم جميل. أقول لهم شكرا على المكان يعني، وشكرا على اللي أنت عملته يعني. وجبة دسمة من العروض المتنوعة قدمت للأطفال، في مقدمتها عروض الخيالة والتي تبرز مدى مهارة الخيل والفارس ورياضة الكلة وفقرات استعراضية لمهارات كلاب الأمن والحراسة المختلفة. بيشرفنا يا فندم النهاردة وجود أكثر من 20 دار للأيتام بإجمالي عدد أطفال 1000 طفل. الفعاليات النهاردة غير كل سنة، السنة دي فيه اهتمام من حيث الأعداد والناس المشاركة. أقول إن إحنا النهاردة في يوم كبير، يوم عظيم، اللي بيشرفونا إخواتنا الأيتام. احنا طبعا بنحاول نساعدهم ونفرحهم بكل السبل اللي عندنا، نغير في مود يومهم، نجيب لهم العاب، نحسسهم ان احنا مركزين معاهم. مؤسسه كبيره زي مؤسسه الشرطه ان هي تهتم بهذا المعنى وتؤكد انها داعمه لفكره بناء الانسان وداعمه لاسترداد الوطن لكل اولاده بدون التمييز بين اي فرد من افراده، بل نحن نعتبر ان كل مصري قيمه من قيم هذا المجتمع. انا طبعا مبسوط ان انا موجود في جامعه الشرطه النهارده اول مره اجي، وحاجه مهمه ان يبقى الشرطه عندها جانب
اجتماعي انساني، دي مهم جدا جدا، انها جزء مهم في المجتمع المصري. الموضوع مش امني فقط او انها تشوف شغلها فقط، لكن كمان الجوانب الانسانيه مهمه جدا. لحظه الفرحه والسعاده اللي بنشوفها في عيونهم دي تسوى كتير جدا 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 جدا. فاتمنى ان هو ما يبقاش يوم واحد في السنه زي ما قال كابتن حازم، ده يبقى على مدار السنه. هي مش فكره انهم مجمعين ناس ويلا هيصوا، لا لا، تحاول كده تركز فيهم بيتعاملوا معاهم ازاي، حاجه ده اللي يفرح بقى. اكتر من كده ان هم موفر لهم كل سبل الراحه وكل سبل الاستمتاع اللي هو ممكن ما يشوفوش الطفل في اي مكان تاني. احتفالية مشابهة أقامتها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بيوم اليتيم، استضافت خلالها عددا من الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة على ضفاف النيل، وتم خلالها اصطحاب الأطفال في رحلة نيلية استمتعوا بجمال النهر ومشاهدة بعض العروض للقوارب المطاطية في جو اتسم بالمودة والمحبة وطبيعة نيلية خلابة وساحرة. كما حرصت الإدارة على إقامة حفلة موسيقية وغنائية للأطفال الأيتام تفاعلوا معها، فالاهتمام بالطفل اليتيم لبنة أساسية في بناء الإنسان المصري السوي القادر على بناء وطنه، وهو ما تحرص عليه وزارة الداخلية من خلال استضافة الأيتام بمنشآتها وزيارتهم في دور رعايتهم على مدار العام وليس يوما واحدا في العام. تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أشخاص في محافظات مختلفة لإتجارهم في النقد الأجنبي، وذلك بحجم تعاملات مالية بلغت نحو 30 مليون جنيه، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة بورسعيد لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، كما نجحت في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوصيلها لذويهم داخل البلاد بالعملة الوطنية بأسعار السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط عامل بمحافظة الفيوم لإتجاره في النقد الأجنبي خارج سوق المصرفية. يلتقي وزير الخارجية سامح شكري غدا بنظيره البولندي ياتسيك تشابوتشوفيتش، من المقرر أن يبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. في لقاء آخر يبحث الوزير شكري سبل تعزيز التعاون مع نظيره من جمهورية الكونغو برازافيل. استعرض سفير مصر في ألمانيا دكتور بدر عبد العاطي أهم الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. جاء ذلك خلال فعالية ثقافية وفنية استضافتها السفارة المصرية في برلين بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمد شاكر. وقد ألقى الوزير شاكر كلمة خلال الحدث أشار فيها إلى الإنجازات غير المسبوقة في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر بالتعاون مع ألمانيا من خلال شركة سيمنز والتي تم الانتهاء منها في أوقات قياسية، فضلا عن المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والتي ستسمح لمصر مستقبلا بتصدير الطاقة وكذا التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة. تنطلق في مصر غدا اجتماعات الدورة الثانية للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي والمعنية بالنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة. وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها إلى أن الاجتماعات ستشهد مشاركة لفيف من وزراء الطاقة والسياحة والنقل وكذا الوزراء المعنيين بتطوير قطاعات البنية التحتية بالدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي. وأضافت الوزارة أن أهمية الاجتماعات ترجع إلى إتاحتها الفرصة للنقاش والتنسيق على المستوى الوزاري بشأن خطة العمل الأفريقي لتطوير مجالات البنية التحتية ذات البعد القاري. قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن مصر تسعى خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي لدعم التكامل الأفريقي لدول القارة وإشراك القطاع الخاص في مشروعات التنمية. وفي كلمة لها خلال مشاركتها في جلسة نقاشية ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن، أكدت سحر نصر حرص القيادة السياسية على دعم مبادرات التنمية خاصة في القطاعات ذات الأولوية والبنية الأساسية والصحة والتعليم،
مشيرة إلى أن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتي هيأت بيئة أفضل للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية. أعلنت القوات المسلحة السودانية ترقية قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو لرتبة فريق أول وتعيينه نائبا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي وأداء اليمين الدستورية. كما أعلن الجيش السوداني أسماء التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الانتقالي الذي ضم قادة الفرق العسكرية وعددا من الضباط. بعد الاطلاع على المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2019 وعلى قرار المجلس العسكري الانتقالي رقم 2 لسنة 2019 أصدر المرسوم الدستوري الآتي: تشكيل يشكل المجلس العسكري الانتقالي على النحو الآتي: الفريق أول رك عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا بموجب المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2019. الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس بموجب المرسوم الدستوري رقم 6 لسنة 2019. الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ عضوا. الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل عضوا. الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد علي عضوا. الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب عضوا. الفريق الركن شمس الدين كباشي ابراهيم شنتو عضوا وناطقا رسميا باسم المجلس. الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا. الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد عضوا. اللواء بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم عضوا. أعلن رئيس المجلس الانتقالي العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح جميع المعتقلين، ودعا البرهان في كلمة له جميع أطراف المجتمع السوداني لبدء حوار وطني، كما أعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد. إلغاء حالة حظر التجوال، إطلاق سراح المحكوم عليهم فورا بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر في التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، الاهتمام اللازم بترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان، إنهاء تكليف ولاة الولايات وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير مهام الولايات، الدعوة المفتوحة للحوار لكل أطياف المجتمع السوداني وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني، التأكيد الصارم على وقف إطلاق النار في كل أرجاء السودان، تجديد الدعوة لحاملي السلاح للجلوس والتحاور للوصول إلى إقرار السلام والتعايش السلمي وفق أسس ومعايير جديدة. المواطنين الشرفاء، سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة وتشكيل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع. أكد الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان التزام المجلس بفترة انتقالية مدتها عامان يتم خلالها أو في نهايتها تشكيل حكومة مدنية، مشيرا إلى أنه ستتم محاربة الفساد وكذلك محاسبة كل من تورط في سفك الدماء. يلتزم المجلس العسكري الانتقالي بإرساء دعائم حكم مدني قويم وفقا للآتي: فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية تشكل من قبل الشعب.
إعادة هيكلة ومراجعة مؤسسات الدولة المختلفة من وزارات ومؤسسات وهيئات وخلافه بما يتفق والقانون، الالتزام التام بمحاربة الفساد ومحاسبة كل من أفسد أو ساعد في الإضرار بالاقتصاد أو الحياة الاجتماعية، وتفكيك كل الواجهات الرسمية والحكومية التي كانت تقوم على المحسوبية والمحاصصة الحزبية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في سفك الدماء وقتل الأبرياء من المواطنين الشرفاء المواطنين الأوفياء. ينحصر واجب المجلس العسكري طيلة الفترة الانتقالية في الآتي: التأكيد على سيادة حكم القانون واستغلال القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية، توفير وحفظ الأمن وبث الطمأنينة للوطن والمواطن، إزالة كل القيود والحواجز التي تعيق العمل الحر مع إشاعة روح المساواة والتسامح بين مكونات المجتمع السوداني. طلب حزب المؤتمر الوطني السوداني الذي كان ينتمي إليه الرئيس السابق عمر البشير بإطلاق سراح جميع قادته الذين اعتقلتهم قيادة الجيش بعد عزل البشير، وعقب انتهاء اجتماع المجلس العسكري الانتقالي مع ممثلي الأحزاب السودانية. قال رئيس الحزب عمر الدقير إن وفد المعارضة طالب المجلس بتطبيق وعود إطلاق سراح كل المعتقلين وبالمحاكمة والقصاص من جميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء، كما تمت المطالبة بإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات. أفاد التلفزيون السوداني باستقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش، وقد قبل رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان الاستقالة. يأتي هذا فيما دعا التجمع المهنيين المجلس العسكري إلى إطلاق سراح كل المعتقلين، مشيرا إلى التعامل مع الجميع وفق مطالب الشعب. حرية سلام وعدالة، والجيش والرياضة رجالة، حرية سلام وعدالة، والجيش والرياضة رجالة.
تتورع الجماعات والتنظيمات غير الوطنية عن استغلال أي وكل فرصة لضرب المؤسسات خاصة تلك المسؤولة عن الأمن حتى يسهل أو يسهل لها لاحقا تفتيت الدول والسيطرة عليها. مؤامرة على استقرار الدول تتبناها القوى ذات الأجندات الخاصة والمعادية للدولة الوطنية، حاولت استغلال المظاهرات بالدول العربية لتحقيق أهدافها في تفتيت المنطقة وضرب استقرارها الأمني. مدينة خشم القربة بولاية كسلا السودانية كانت شاهدة على فصل من فصول تلك الأعمال التخريبية، حيث لجأ المتظاهرون إلى الاعتداء بوحشية على أحد رجال الأمن، ذنبه الوحيد أنه تفانى في عمله وغامر بحياته لتأمين مظاهرات المحتجين، فيما لجأ آخرون إلى اقتحام مكاتب الأجهزة الأمنية بالولايات واقعة الاعتداء على أفراد الأجهزة الأمنية أثناء تأدية واجبهم بالسودان لم تكن الأولى من نوعها. فقد تكرر المشهد في البلدان العربية التي شهدت خروج تظاهرات على أنظمتها الحاكمة لتكشف تلك الواقعة الوجه السيء لثورات الربيع العربي، إشعال فتيل الاحتجاجات والتمرد وتحريض المحتجين على مؤسسات الدولة الوطنية وأجهزتها الأمنية، هدف وضعته تلك القوى نصب أعينها في محاولة لضرب استقرار الدول عن طريق خلق كيانات الرخوة لا تستطيع القيام بواجبات حماية الدولة ومواطنيها لتعم الفوضى في كل وقت. أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن هناك رحلات جوية من تركيا تنقل الإرهابيين من مقاتلي جبهة النصرة السابقين ممن قاتلوا في سوريا باتجاه ليبيا. كما اتهم المسماري تركيا بإرسال أسلحة بشكل مباشر باتجاه مصراتة وطرابلس عبر مالطا. الآن تصرف المئات الملايين على الإرهاب ودعم للإرهاب. Now millions is being spent by Sarraj to support terrorism and terrorist groups. وهناك تصغير حتى لمقدرات الدولة مثل شركات الطيران التي تلغي رحلات اليوم وتنقل في إرهابيين من تركيا إلى ليبيا، وتنقل كذلك حتى في السراج وجماعته الليلة البارحة إلى تركيا لحضور اجتماع والعودة بهم، وبالتالي هناك أزمة يتعرض لها المواطن الليبي الآن. This is a crisis that the Libyan citizens are facing as his money and his facilities are being used to support terrorism, like using the local airline companies to transport terrorists in and out from Libya, as well as yesterday a civil plane was used to transport Sarraj and his council to Turkey. أشار المسماري إلى أن الميليشيات المسلحة في مصراتة نفذت غارات جوية ضد مناطق مدينة قرب غريان أسفرت عن سقوط 3 قتلى، لافتا إلى أن القوات الجوية التابعة للجيش الليبي نفذت 8 ضربات قوية ضد الميليشيات. التغير النوعي في العمليات هو ارتفاع وتيرة الضربات بنسبة كبيرة جدا تصل إلى 100%. The tactical difference today is that the hits raised or increased 100%. بالأمس كانت 4 غارات جوية. Yesterday it was only 4 raids. اليوم 8 غارات جوية. Today it's the double number. It's 8. ونحذر كل الميليشيات. And we here say to all militias. من محاولة التحرش بقواتنا أو محاولة القيام بأي عملية ضد القوات، لأن القوات الجوية موجودة في السماء. Not to try to do any operations, I guess, against our officers. أعطينا مهلة كافية. Don't try to do any operations against our troops because our aerial support is provided. للمغرر بهم. We gave you enough time. للخروج من المعركة. To leave the battle. ولكن نحن اليوم في اليوم العاشر انتهت كل المهل الإنسانية. Today it's the 10th day and all humanitarian options are ended, are finished. قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن إجراء الانتخابات سيتم بعد تحرير طرابلس، وطلب عقيلة صالح الشعب الليبي بالوقوف مع الجيش الوطني للحفاظ على وحدة التراب الليبي، داعيا إلى رفع الحظر الدولي عن تسليح الجيش الوطني.
لبيك طرابلس لبيك، لبيك يا طرابلس لبيك. اعتبر الرئيس الياباني عبد الرب منصور هادي انعقاد مجلس النواب اليمني دليل على التوحد اليمنيين، واكد هادي في كلمته امام المجلس ان اليمن يقف على مفترق طرق بين خيارات السلام والحرب، داعيا المجتمع الدولي الى التصدي لمماطلات الحوثيين في مباحثات السلام. دورتكم هذه الاستثنائيه في لحظه تاريخيه بالغه الاهميه، حيث نقف على مفترق الطرق بين خيارات السلام والحرب، فبينما نبذل كل التسهيلات والدعم للجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إنجاز سلام شامل وفق المرجعيات الثلاث التي اتفق عليها اليمنيون والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، نجد أن ماليشيا الانقلاب تتعنت وتناور وتضع كل العراقيل لإفشال تلك الجهود، وهو ما لمسه العالم بوضوح تجاه اتفاق ستوكهولم الذي مرت 4 شهور عليه ولم تنفذ منه حتى خطوة واحدة، مما يؤكد حقيقة المشروع المدمر الذي تحمله هذه الجماعة التي رهنت نفسها للخارج وباعت وطنها لمشروع التخريب الأيراني الذي استهدف المنطقة العربية وعاث فيها قتلا وتدميرا وتشريدا. انتخب البرلمان اليمني بالإجماع سلطان البركاني رئيسا له في جلسة استثنائية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، وأوضح البركاني في كلمة له أن ميليشيات الحوثي تسعى لإخضاع اليمنيين تنفيذا للمشروع الإيراني، مشيرا إلى أن المشروع الحوثي يهدد مجمل دول المنطقة، كما دعا الحوثيين للتخلي عن العنف والتحول إلى فصيل سياسي. إننا وفي الوقت الذي نعلن فيه إصرارنا مع فخامة الأخ الرئيس على استعادة الدولة وتحقيق الانتصار الحاسم والنهائي على الانقلاب، ندعو أشقائنا إلى دعم مجهودنا الحربي في مواجهته ودعم مسيرة السلام في وقت واحد. إننا في ذات الوقت نمد أيدينا إلى السلام وندعم كل جهد مخلصا يسعى إلى تحقيقه، سواء كان جهدا محليا أو إقليميا أو أمميا، وبالذات جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص السيد مارتن جريفيث، باعتبار خيار السلام هو خيارنا الاستراتيجي الأصيل لتصبح الجمهورية اليمنية بشعبها وموقعها الجغرافي أحد روافد السلام العالمي في منطقة مهمة على خارطة المصالح الدولية. وندعو أيضا جماعة الحوثي إلى أن تجنح إلى السلم وتتخلى عن العنف وأن تتحول إلى مكون سياسي يمارس وجوده وحقوقه وفقا لمحددات القانون والدستور ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية. أعلن نادي قضاء الجزائر أنه لن يشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة في خطوة تعكس رفضا للإجراءات التي تتخذها السلطات تمهيدا للانتخابات، أبرزها تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد. كان بن صالح حدد 4 يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في وقت سابق في 28 أبريل قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
تسلم العراق 28 شخصا بينهم نساء وأطفال كانوا مختطفين لدى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. وأكد المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العميد يحيى رسول أن القوات ستواصل جهودها لعودة جميع المختطفين لدى التنظيم. تمكنت قطاعات فرقة 15 وساهمت في استلام 13 طفل أزيدي وأيضا طفل من أهالي تل العفر و14 امرأة أزيدية كانوا مختطفين لدى عصابات داعش الإرهابي، حيث تم استلامهم في منفذ الفاو الحدودي من قبل قطاعات لواء 72 في الفرقة 15. يبلغ مجموعهم 28 بين أطفال ونساء، حيث جرى تسليمهم إلى مديرية شرطة ناحية الشمال وسيتم تسليمهم إلى ذويهم. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق إحباط مخططات لتنظيم داعش الإرهابي لتأسيس قاعدة له في تلال حمرين بمحافظة ديالى، متعهدا بالقضاء على الإرهاب خلال العام الجاري. في الأثناء أعلن الجيش العراقي مقتل انتحاريين واعتقال آخرين بمحافظة الأنبار غربي البلاد. أوضح الجيش في بيان أن قوة أمنية تابعة لقيادة عمليات الأنبار عثرت خلال عمليات البحث والتفتيش شمال الطريق الدولي السريع على 18 وكرا لإرهابي تنظيم داعش. أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد أشتياء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني المتمثلة في تحقيق الوحدة الوطنية والتحضير للانتخابات التشريعية ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، فضلا عن تعزيز صمود المواطن على أرضه والدفاع عن القدس. حذرت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها مجددا من السفر إلى تركيا. وقالت الخارجية في بيان لها إن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط للقيام بعمليات محتملة تستهدف المناطق السياحية والفنادق، موضحة أن السلطات التركية تقوم بعمليات اعتقال عشوائية بدوافع سياسية شملت عشرات الآلاف من الأشخاص بينهم مواطنون أمريكيون بزعم انتمائهم إلى منظمات إرهابية استنادا إلى أدلة مزعومة ضعيفة. اتهم زعيم حزب السعادة التركي المعارض تمل أغلو الرئيس التركي بتحويل البلاد إلى إمبراطورية للخوف. وأوضح زعيم حزب السعادة في تصريحات أن الناخبين في البلاد صوتوا لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالانتخابات المحلية الأخيرة لخوفهم من عواقب عدم التصويت، مستبعدا فكرة إعادة الانتخابات المحلية مرة ثانية في اسطنبول. توافد عشرات الآلاف من الإندونيسيين على فعاليات واحتشادات انتخابية قبل المناظرات النهائية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية، حيث توافد أنصار الرئيس جوكو ويدودو على استاد في وسط جاكرتا، فيما نظم منافسه برابو سوبيانتو مسيرة في مدينة جديدة. هذا ويحق لنحو 193 مليون إندونيسي الإدلاء بأصواتهم الأربعاء المقبل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الداخل الإندونيسي. وتظهر استطلاعات الرأي تقدم ويدودو بفارق كبير، لكن بعض المحللين قالوا إن السباق متقارب أكثر مما يبدو. Memang untuk Indonesia maju, ayo kita pilih 01. Makin mudah
قال سفير إندونيسيا بالقاهرة حلمي فوزي إن هناك 15 لجنة انتخابية بمصر وأكثر من 7000 ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والنيابية. وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أوضح السفير أن الانتخابات البرلمانية يشارك فيها 16 حزبا في إندونيسيا. كانت السفارة الإندونيسية بالقاهرة قد فتحت أبوابها أمام الناخبين للتصويت على اختيار رئيس البلاد المقبل، بجانب التصويت لاختيار 575 عضوا برلمانيا من 16 حزبا. عدد اللجنة هو 15 لجنة داخل سفارة إندونيسيا، وعدد الناخبين بصفة عامة هو 7671، وأما منهم 7411 هينتخبوا في السفارة الإندونيسية، أما الباقي فاللجنة نفسها عمل لجنة يعني صندوق بيتداول من محافظات للمحافظة الثانية. مثلا هم يروح اللجنة نفسها يعني يروح الإسكندرية والمنصورة والمحافظات الأخرى من أجل الجالية الإندونيسية هناك عشان ينتخب ويصوت هناك، وممكن أيضا يرسل اختيارهم يعني عن طريق البريد. نظم متظاهر حركة السترات الصفراء احتجاجات للأسبوع 22 على التوالي في محاولة لمواصلة الضغط على الحكومة الفرنسية، وذلك على الرغم من إعلان رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب الأسبوع الماضي نتائج مبادرة النقاش الوطني الكبير والتي استمرت لمدة 3 أشهر والتي أشارت إلى حتمية خفض الضرائب. وتعد المظاهرات التي انطلقت في العاصمة باريس ومدن مارسيليا وليل وغرونبل هي الأولى منذ أن دخل قانون مكافحة الشغب حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي. ذكرت السفارة الأوكرانية في بيان أن الشرطة في لندن فتحت النار على سيارة خارجها بعد أن صدم السائق سيارة السفير عمدا. وقالت سفارة كييف إنه لم يصب أحد من موظفيها وأن الشرطة اعتقلت المشتبه به، وتقوم حاليا بالتحقيق معه للتعرف على هويته ودوافعه. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن تمويل الصين لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يطيل أزمة البلاد. وكان بومبيو قد بدأ جولة في أمريكا اللاتينية حيث زار كل من باراغواي وتشيلي، فيما سيتوجه لاحقا إلى بيرو وكولومبيا حيث سيلتقي بعدد من ممثلي اللاجئين الفنزويليين. من جانبه اعتبر مادورو أن الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لغزو بلاده عسكريا. We'll be right back.
ودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا رسميا بالرغم من الفوز على سان داونز بهدف نظيف سجله اللاعب المغربي وليد أزارو في الدقيقة 68 من عمر المباراة. وكان الأهلي قد خسر في مباراة الذهاب بنتيجة 5-0 وكان يحتاج إلى الفوز بسداسية للصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. يخوض فريق الكرة بنادي الزمالك غدا مواجهة قوية أمام فريق حسنية أكادير المغربية على استاد الجيش بالسويس بإياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. ووصل فريق الزمالك تدريباته استعدادا للقاء ورفض المدير الفني السويسري كريستيان غروس منح لاعبيه راحة عقب الخسارة من البصري في بطولة الدوري الممتاز. وكانت مباراة الذهاب في المغرب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. نهاية النشرة والآن إليكم ما تذكر بعناوينها. مدبولي يؤكد أن هناك توجيهات رئاسية لزيادة المكون المحلي في تصنيع أجهزة التابلت. تعيين وقائد قوات الدعم السريع نائبا لرئيس المجلس الانتقالي بالسودان. والمسمار يعلن وجود رحلات جوية من تركيا لنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.